أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أحداث اليوم. أنا شادي شاش، وسوف نسلط الضوء في هذه الحلقة على أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، والبداية مع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. كما أجرى الرئيس اليوم اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاطلاع بمهام منصبه الجديد. محليا أيضا، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي، واستهل الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى منطقة حزبة الهجانة، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين الأهالي في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو من 45% إلى 50% من المعمور مثل عزبة الهجانة، والتي تعد من تراكمات عقود مضت. نبدأ في أخبار هذه الحلقة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي نقل للرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي والعربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار. كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما طلب الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه الرئيس برهم صالح، وأيضا السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للسيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص العراقي على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه، أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي،
وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاطلاع بمهام منصبه الجديد. كما أعرب الرئيس عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعيا لإنهاء الانقسام الليبي والذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية. من جانبه أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أسر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ومشيدا بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصة من خلال المبادئ الأساسية في إعلان القاهرة. وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عبد الحميد دبيبة الرئيس الجديد للحكومة الليبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنيا له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو أفاق التنمية. كما أكد الرئيس استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته. وأضاف المتحدث الرسمي أن دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة الرئيس، مؤكدا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن عميق تقديره للرئيس وللشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم. تتواصل في مدينة الغردقة الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.
تأتي تلك الاجتماعات في إطار الجهود المصرية الساعية للتوصل لتسوية سياسية للأزمة وأملا في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. في أحضان مصر يلتقي الأشقاء الليبيون سعياً لتضميد جراحهم، وفد من مجلس النواب الليبي وآخر ممثل لمجلس الدولة يستكملون اجتماعاتهم مع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وبرعاية من الأمم المتحدة في جولتهم الثالثة التي تعقد بمدينة الغردقة والتي تستكمل مناقشة المسار الدستوري نحو بناء مؤسسات الدولة في ليبيا. هو اليوم هو بداية هذه الاجتماعات، ولقد تحدثنا في الجولة الماضية وطلبنا ضرورة حضور رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وهي معنية بهذا الشأن الانتخابي والدستوري، فللاستعلام وللتفهم وللحضور والمشاركة حتى تكون كل الزوايا قد أشبعت بالنقاش، وبالتالي التوصل إلى قاعدة دستورية مثينة من خلالها ننطلق إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتي ستفضي بطبيعة الحال إلى الاستقرار والسلام في ليبيا. وعلى أجندة اجتماعات الأشقاء مناقشة لتفاصيل التسلسل القانوني وصولا لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر من العام الجاري، وقبله الاستفتاء على الدستور بما يحافظ على التقدم الذي أحرزته مباحثات جنيف الأسبوع الماضي، والذي شهد انتخاب سلطة انتقالية تسلم البلاد لحكومة منتخبة ديمقراطيا. احنا اليوم استمعنا باللجنة الدستورية كعضو منفصل، يعني باعتبار ان احنا الإدارة الانتخابية المتولي عملية تنفيذ العمليات الانتخابية، والمسار الدستوري يناقش موضوع الاستفتاء على الدستور. فكانت اليوم عبارة على مناقشات فنية بامتياز تتعلق بنظام الاستفتاء، تتعلق بالمدد الزمنية، تتعلق ببعض التعديلات في القانون السابق، ناقشناها مع الأخوة الحضور أعضاء اللجنة الدستورية، وأعتقد أن احنا إن شاء الله نصل إلى اتفاق يدعم حل الأزمة الليبية ويدعم المسار السياسي في ليبيا. وفي الوقت الذي تستمر فيه المباحثات حتى الخميس المقبل، فإن المبعوث الأممي الجديد في ليبيا يانكوبيتش ألقى كلمة عبر الفيديو كونفرنس في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، وجه خلالها الشكر للقيادة المصرية لدعمها الحلول السياسية واستضافتها لاجتماعات المسار الدستورية، كما حث الأطراف الليبية على استثمار المرحلة الحالية للاتفاق على مسار قانوني يحفظ وحدة ليبيا. وقد أشارت خلال افتتاح اجتماعكم الثاني في الغردقة في 19 يناير إلى أنه يجب على المؤسستين التوصل إلى اتفاق قبل 18 فبراير. أود أن أشكر الحكومة المصرية على كرم الضيافة وعلى تسهيل جميع اجتماعات اللجنة السورية. جهود مصرية متواصلة بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية، وأملا في استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق. وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للاجتماعات، مؤكدين التزامهم بمخرجات الحوار والتي تكللت بتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة. نتابع. برعاية مصرية كريمة احتضنت القاهرة على مدار يومين اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة. الاجتماعات استهدفت إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية، وتكللت بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة. ومع انتهاء أعمال الحوار الوطني أصدر المجتمعون بيانا ختاميا أعربوا خلاله عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لجلسات الحوار، مشيدين بدور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. الحقيقة نجحنا في أن نصل إلى اتفاق
مع بعضنا البعض، والحمد لله أصدرنا بيان ختامي يتحدث عن كل خطوات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. إن شاء الله في الشهر القادم سنعود إلى مصر العزيزة لاستكمال هذا الحوار. نشكر مصر على استضافة هذا الحوار وعلى رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني. الكل يعلم أن الحوار الوطني الفلسطيني كان يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية ولإعادة الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية. أتوجه بجزير الشكر لجمهورية مصر العربية وعلى رأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي الوزير عباس وكادر جهاز المخابرات العامة على هاي الاستضافة اللي مخرجاتها أهم وثيقة أنجزت واللي ممكن أن تؤسس إلى بناء منظومة وطنية فلسطينية. أكملنا توافق جوهري واستراتيجي إن شاء الله في سبيل إنجاز وحدة الشعب الفلسطيني على طريق إن شاء الله استعادة حقوقه. بهذه المناسبة إحنا نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا في جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وجهازا على الجهد اللي بذلوه في هذا المضمار. توج لقاء الفصائل الفلسطينية ببيان ختامي وآليات عملية من أجل الذهاب إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية وثم التشريعية وأيضا للمجلس الوطني الفلسطيني باستكماله. هذا الاجتماع ومخرجاته كانت مهمة جدا لطمأنة الشعب الفلسطيني على المضي في طريق إنهاء الانقسام وتعزيز الحياة الديمقراطية و أيضا باتجاه تعزيز النضال ضد الاحتلال. كما أكد المجتمعون على أن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن، والتعهد باحترام وقبول نتائج الانتخابات. واستمرارا للجهود المصرية، وجهت القاهرة دعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات لعقد اجتماع في شهر مارس المقبل. وجاءت اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة. وأبرز ما جاء في البيان الختامي للفصائل الفلسطينية من نقاط نتابعه في هذا العرض. We'll be right back.
ونعود مشاهدينا بمزيد من أحداث هذا اليوم بعد فاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في أحداث اليوم. استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى منطقة عزبة الهجانة، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين الأهالي في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط من 45% إلى 50% من المعمور مثل عزبة الهجانة، والتي تعد تراكمات عقود مضت. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المكدسة بملايين السكان موضوع شديد الصعوبة وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتا إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة حاليا بالتوسع وبتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضرية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائي المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية في القرى. ولفت رئيس الوزراء الانتباه إلى ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير، موضحا أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، ومؤكدا أنه لن تتم إزالة المباني ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية ستسهم في تحسين معيشة قاطني تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان وأيضا توفير بيئة مناسبة للسكن. وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا بتكليف من الرئيس السيسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، منوها إلى أنه سيتم من خلاله إنشاء 500,000 وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيرا إلى أن الدولة تحصر حاليا الأراضي الصالحة لهذا المشروع سواء التابعة منها للجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال وخلافه. وتطرق الدكتور مدبولي إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي يتم إقامتها داخل العاصمة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال والتي يتم تنفيذها، وذلك سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال خاصة الحي الحكومي وتأتيته بالكامل، تمهيدا لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية في كل وزارة، وأيضا الاطمئنان على دورة العمل اليومي تمهيدا لنقل الموظفين تباعا. في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطط شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية لخدمة حركة التجارة المحلية والدولية، وزير النقل والتعاون الدولي يشهدان في هذا الإطار توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تخصيص منحة بمبلغ 1,000,000 يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال إتاحة التمويلات التنموية ودعم مشروعات الشراكة بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة، ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم وجاري تنفيذ 5640 وحدة سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة السادات، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2460 وحدة سكنية بحي النور باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه ضمن المرحلة الأخيرة بمشروع الإسكان الاجتماعي وربطها بالمرافق الرئيسية، وجاري الانتهاء من أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونها، مضيفا أنه جاري تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بالحي لتخصيصها للمستفيدين من المشروع. استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر من عام 2021 في انجلترا، وذلك بحضور السير جيفري آدمز سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق لهما. وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجالات الكهرباء. واستعرض الدكتور شاكر عرضا تقديميا يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون. وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجا وات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. تحل اليوم الذكرى العاشرة على وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي رحل عن عالمنا في 10 فبراير من عام 2011 بعد مسيرة طويلة قضاها في خدمة وطنه بكل كفاءة وأمانة وإخلاص. عشرة أعوام مضت على وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان نصر أكتوبر المجيد، وأحد المقاتلين الأشداء الذين بذلوا الجهد من أجل تحقيق النصر. ولد ونشأ الفريق الشاذلي في إحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية في شهر إبريل عام 1922 في أسرة تقدس القيم، ووصف منذ نعومة أظافره بالانضباط والروح الوطنية وعشقه للحياة العسكرية، فالتحق بالكلية الحربية الملكية
وتخرج منها عام 1940 عن عمر 18 عام. التحق بعدها بسلاح المشاة وشارك من خلاله في الحرب العالمية الثانية، وكان أحد مؤسسي قوات المظلات، وتدرج في مناصبها القيادية إلى أن تولى قيادة الوحدات الخاصة عام 1967. شارك في حروب مصر المتعاقبة وفي التزاماتها العسكرية الرئيسية، ومنها اكتسب الخبرة وحقق ذاته في تولي مناصب قيادية رفيعة، فهو أول قائد مصري يكلف بقيادة وحدته للعمل في قوات حفظ السلام في الكونغو عام 1960. وفي حرب يونيو عام 1967 قاد إحدى المجموعات الخاصة التي أطلق عليها في هذا التوقيت مجموعة الشاذلي. ومع اشتعال حرب الاستنزاف عين اللواء الشاذلي قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية، وفي أعقاب ثورة التصحيح في مايو 1970 اختار الرئيس الراحل أنور السادات الفريق الشاذلي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة ليتولى هذه المسؤولية الصعبة في مرحلة من أدق المراحل التي مرت في التاريخ المصري المعاصر. فعلى مدار 29 شهرا هي مدة توليه هذا التكليف، أفسح الفريق الشاذلي المجالات للتعاون والتنسيق من أجل الإعداد لمرحلة التحرير الكبرى. ويذكر للفريق الشاذلي جهده عند التنفيذ الفعلي لحرب أكتوبر المجيدة، وقد كان أول مسؤول من القيادة العامة يزور جبهة القتال ويعبر الضفة الشرقية للقناة يوم 8 أكتوبر ليشد من أزر القادة والجنود ويهنئهم بالنصر، ذلك لأنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بأن التلاحم بين القادة والجنود هو الطريق لتحقيق النصر. وفي أعقاب الانتصار العظيم تم تكريم الفريق الشاذلي بمنحه نجمة الشرف العسكرية، كما تم تعيينه سفيرا لمصر في المملكة المتحدة ثم في البرتغال. ولفظ القائد العظيم أنفاسه الأخيرة ورحل عن دنيانا في 10 فبراير عام 2011 في جنازة عسكرية مهيبة، تاركا إرثا من بطولات سجلت بحروف من نور لتبقى مضيئة على مدى الدهر. وبهذا التقرير نختم هذه الحلقة من أحداث اليوم، شكرا لمتابعتكم، وغدا قبل حوالي ساعة من الآن حلقة جديدة.